السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام، أبرز الملفات اللي نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام. حكومة الخدمات الحالية تتوجه ببرنامجها الحكومي إلى تنفيذ الخطط الاقتصادية الرصينة بما يخدم المواطن، على رأس القائمة الطبقة الفقيرة والمحرومة، فتقديم الخدمات، تكثيف الجهود الهندسية والخدمية ابتدأت من المناطق المتهالكة، واليوم تتجه صوب استرجاع مبالغ المال العام المسروقة واللي هدرت في زمن حكومة تصريف الأعمال اللي وصلت ما يقارب 70 مليار دينار، كانت مخصصة لأثاث مكتب الكاظمي، لكن اليوم تم تحويلها إلى مشاريع وخدمات تخدم المواطن وإرساء قواعد الإدارة المالية الصحيحة بتغيير المسارات اللي سلكتها حكومة تصريف الأعمال بهدر خزينة الدولة، والبلد يصارع الويلات يوما بعد آخر. أما في ملفنا الثاني لحصاد هاي الليلة، على عكس المتفق في جلسة منح الثقة والجلسة الثانية لمجلس الوزراء المتضمنة توقيتات زمنية لأعضاء الحكومة الحالية بإعداد البرنامج الحكومي المشروط بالعمل وفق الأولويات المرسومة في المنهاج الوزاري، ورغم الدخول في العد التنازلي لنهاية هذه المدة، يبدو حراك أعضاء السلطة التنفيذية خجول أمام جملة أزمات وتراكمات تحتاج سرعة توليف برنامج يحاكي هموم الطبقات المتضررة من السياسات السابقة وغير المدروسة. فمعطيات الواقع المثقل بالأزمات تفرض على الجهات ذات العلاقة أن تستجيب لنداءات رئيس الحكومة الحالية اللي وجه بالأوامر سابقة الذكر، بما يؤمل الوصول لهدف هذه المؤسسات في تقديم الخدمة النموذجية. إذا مشاهدينا، ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله من جديد. الخطط الاقتصادية التنموية في حكومة الخدمات تهتم بالتفاصيل ولا تعرف المستحيل كما يصفها المتخصصون بالشأن الاقتصادي، إذ تتمحور حول تحديات صامدة ابتدأت بكشف أوراق لملفات فساد كادت أن تهدر أموال البلد ضياعا وفسادا، كما تشاهد اليوم من محاولات استرجاع المبالغ المسروقة والعودة بمنافعها للمواطن من قبل حكومة الخدمات. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمال. برامج فساد عميقة أقحم بها البلد في زمن حكومة تصريف الأعمال، لكن اليوم حكومة الخدمات عازمة على تغيير هذا المسار الذي أنهك البلد، بدءا بدك رؤوس الفاسدين وتحطيم رموزهم الداعية إلى الفشل والضياع. ولم تنتهي عند تحويل 70 مليار دينار إلى مشاريع وخدمات للمواطن بخطوات عدها المراقبون جريئة وواثقة ومنجز يحسب في جعبة الحكومة الحالية، في حين عجزت عن تنفيذه الحكومات المتعاقبة. يعني رغم أن السيد السوداني هو لا يمتلك عصا موسى ليستطيع من خلالها أن يشق بها بحر الفساد المتلاطم، ولكن حقيقة تقال أن خطواته بدت واثقة وإجراءاته عملية. هذا واقع جيد إذا ما عرفنا بأن الأموال المسروقة وآخرها سرقة القرن والسبعين مليار التي خصصت لمكتب رئيس الوزراء السابق الكاظمي، كل هذه ستدخل من في جدولة مشاريع إنمائية ومشاريع اقتصادية تعيد بالنفع للمواطن وللدولة. فاستمرار الخطوات الخدمية للحكومة الحالية تكتسح فساد حكومة تصريف الأعمال، إذ تم تخصيص المبالغ المسروقة من المال العام والتي تقدر بالمليارات إلى خدمات ومشاريع تحظى بقبول وترحيب كبيرين من قبل الأوساط السياسية، داعمين لإلغاء القرارات التي اتخذت في الحكومة السابقة. فبحسب المؤشرات والمعطيات، أن رئيس الوزراء الحالي يصبو إلى تغيير دفة الأولويات والتوجه نحو تغيير أسلوب الحكومات في الإدارة المالية للبلد. حقيقة يعني موضوع 70 مليار دينار عراقي اللي تحولت من رئاسة الوزراء في زمن الكاظمي إلى ما يسمى بمشاريع، حقيقة مشاريع وهمية وباب من أبواب الفساد. ذهبت هذا 70 مليار إلى تأثيث مكتب رئيس الوزراء السابق، يعني عندما يتم تحويل المبلغ مرة أخرى إلى المشاريع، فحقيقة هذا يعني حسن نية من الحكومة العراقية باتجاه الشعب العراقي الذي عانى كثير من الحكومات السابقة، فأعتقد بادرة خير أنه تحول هذا المبلغ إلى خدمة الشعب العراقي. توصيات كثيرة وتوجيهات تقدمت بها الحكومة الحالية لصرف المال العام إلى خدمات ومشاريع تنفع المواطن
ومنها ترميم المدارس المتهالكة وتوفير متطلباتها، وكذلك تخصيص المبالغ التي تحتاجها كل وزارة للعمل ضمن الخطط المرسومة في منهاجها الوزاري. في حكومة الخدمات 70 مليار دينار تتحول من ملكية مجلس الوزراء إلى تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطن لتوصد أبواب الفساد التي شرعت في حكومة تصريف الأعمال. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين السيد النائب الشيخ أحمد الفواز نائب عن ائتلاف دولة القانون، حياك الله الشيخ أحمد. وكذلك رحب بالأستاذ مصطفى حنتوش خبير اقتصادي ومالي، حياك الله أستاذ مصطفى. الشيخ فواز نتحدث عن الحكومة السابقة والملفات وشبهات فساد، هذه الحكومة تحاول تصحيح الأخطاء، فبالتالي تحويل 70 مليار من شراء أثاث لمكتب رئيس الوزراء إلى مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المواطن، من الممكن أن نشوف هذه 70 مليار في الوقت قريب بالفعل وصلت إلى المواطن أو وصلت عن طريق خدمات للمواطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولقناتكم ومشاهديكم الكرام، ضيفكم الكريم. من أبرز التحديات التي تواجه حكومة السيد السوداني هي مخلفات حكومة تصريف الأعمال، وكذلك التحديات جمع، ومن أبرز هذه التحديات هو إقرار قانون الموازنة بعد غياب قانون موازنة عام 22، أصبح من الواجب أو الضروري بإقرار قانون موازنة عام 2023، بالإضافة إلى معالجة الأوامر الصادرة أثناء فترة تصريف الأعمال، محاربة الفساد ومكافحة الفساد ومحاربة المفسدين، بالإضافة إلى معالجة الأزمة المائية الموجودة في العراق، وهذا شيء مهم وتحدي كبير، حيث كثير من أبناء وسطنا ومجتمعنا ومجتمع فلاحي ومزارع. لذلك هذه التحديات تكمن في الخطوات الجدية التي يتبعها السيد السوداني وفقا للخطة المرسومة في البرنامج الحكومي والذي صوت عليه في مجلس النواب. لذلك كثير من العقبات والتحديات والأزمات تواجه السيد السوداني، ولكن نحن في قوى الإطار التنسيقي وعاملين على كل القوى المشاركة في الحكومة الحالية بأن تكون إسناد لرقابة وعمل البرنامج الحكومي، وبالتالي توجيه وتوظيف كل الجهود من أجل نجاح الحكومة الحالية بتطبيق برنامجها الملزم أمام مجلس النواب وأمام أبناء شعبنا العراقي. ومن أولوياتها هو معالجة ومراجعة القرارات الصادرة من حكومة الكاظمي ذات تصريف الأعمال، وبالتالي التوجه لإعداد خطة وفق منهج مدروس لإكمال وتطبيق البرنامج الحكومي لهذه الحكومة. أستاذ مصطفى جدة الحابب، حضرتك كشيخ الفواز استمعت لما تفضل به، يعني يروينا قضايا الفساد الإداري والمالي وشبهات الفساد التي حدثت سابقا وكيفية تصحيحها. بالتالي خلونا نعود إلى الوراء شوية أستاذ مصطفى، قضية قانون الأمن الغذائي وما ترتب عليه من وفرة مالية، طريقة توزيع للمواطنين. هسه المواطن بلغة الأرقام استفاد من هذا القانون، كانت هنالك تعيينات، كانت هنالك مشاريع استثمارية وما شئت عدد، ولكن على مستوى الواقع لمس المواطن شيء ولو بسيط من هذا القانون؟ بداية نرحب حضرتك ونرحب بضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام، حياك الله. قانون الأمن الغذائي كان به جدولين، ألف وباء. نعم. جدول ألف اللي هو الحصة التموينية اللي وزارة التجارة أخذت 5 تريليون تقريبا وسوت بها، المفروض عندها خزينة استراتيجية 6 أشهر قاعد تستورد. طبعا ندعو مجلس النواب إلى مراقبة هذا الموضوع، وزارة التجارة مشهودين بالفساد. زين، فبالتالي قاعد يستلم المواطن حصة كل شهر؟ نعم، لأول مرة، وعندنا المفروض خزينة استراتيجية 6 أشهر، أنا بعد ما صار لنا سنين نطالب به، الحمد لله خد يكون زين. عندنا كذلك جدول ألف التريليون دينار للمحاضرين مجانيين وغيره، دولة كانوا خارج 315 صاروا 315،
فطبقة معينة استفادت نوعا ما، أخذوا رواتب أعلى. زين، عندنا الكهرباء، كانت عندنا الجانب الإيراني يعني حقيقة عنده استحقاقات مالية على موضوع الغاز، فشان الكهرباء بها مشاكل فسددنا هذا الموضوع للجانب الإيراني، وهذا استحقاق حقيقة. وكذلك كان عندنا التزامات مع بعض الدول الجوار في الكهرباء مطيناها. زين، فهذه الملموسية اللي وصلت للمواطن بالجدول. جدول باء، مشاريع استثمارية جديدة. مجلس النواب حط فقرة قال 50% تنفذها الحكومة السابقة اللي كانت تصريف الأعمال، 50% الحكومة الحالية. حقيقة أن 50% ما الحكومة السابقة هملها حقا تكملها. إذا جدول باء بنسبة 100% هو حقيقة على الحكومة الحالية، لكن أن الحكومة نجحت بإقرار موازنة 2023 هو أصلا هذا القانون ينتهي مفعوله بإقرار الموازنة، يعني ما يتنفذ أصلا. وأنا أعتقد جدول باء لن يتنفذ، سوف ينتهي وسوف تنفذ الموازنة مكان عنه. زين، هسه نجي الى الحكومه الحاليه. قبل الحكومه الحاليه استاذ مصطفى، يعني نعم، الحكومه السابقه كان لها باب لتنفيذ هذا القانون او نعم، الهدر في امواله 70 مليون حتى ما تجعل لسان والله 70 مليار نعم. 70 مليار شلون ليش ما تم هدرها يعني، وشلون تم ايقافها، وبالتالي الحكومه شلون راح الحكومه الجديده شلون راح تبوبها وفق يعني ابواب صرف جديده. هو حقيقة هذا مجلس النواب غلط غلطة بقانون الأمن الغذائي، احنا نصحناهم بس هم ما سمعونا. لجنة المالية قرر القانون يسموه قرار دفعات مالية، يعني يطي بند، يطي مثلا مشاريع استثمارية مثلا لتطوير البنية التحتية للجيش ويطي مبلغ يسموه طوب، احنا نسميه بالمالية. احنا هذا النوع تجاوزناه بال 2006-2007، لأن الفلوس من نحط على هذا النوع يجون بعدين يقسموها ويا التخطيط كلها ياخذوها تجيبهم، قعدون هاي إلى قائلي ما أدري شنو وضيع الفلوس. قلنا لهم ليش تسوون هذا النوع، خلي يدزوكم مخططات تفصيلية، تحاليل خاصة بالصرف، وين راح تروح هاي الفلوس، على يا أبواب، شنو الموضوع. ما قبلت تسمع لنا اللجنة المالية، قالوا لا إحنا مستعجلين وقرروا. فشنو اللي صار مثلا، هو هذا الموضوع ما 70 مليار شاء على وزارة حقيقة الجيش، تطوير بعض البنى التحتية للجيش. نعم، فيقول لك قائد عام القوات المسلحة ياخذ جزء من عده، فيقعدون على كيف يفصلوها براحتهم. فمجلس النواب اخطا بهذا النوع، واحنا نصحناهم قلنا لا تقروا لهم شيء بدون التفاصيل، لان احنا حقيقه عندنا دوله بها مشاكل، مو عندنا دوله يعني لا بها فساد، ما سمعونا. فبالتالي راحتهم الجماعه قعدوا هاي لك هاي وخب وزاره التخطيط لاقاك ولا تقول بهذا الموضوع. زين، اذا احنا نحب نتجاوز هذا الموضوع في موازنه 23 يكون الموضوع اكثر تفصيليا، ونتمنى تكون موازنه برامج لا موازنه بنود. موازنة البرامج هي على الجانب الاستثماري، يعني مثلا مشروع احنا متوقعين وزارة التخطيط راح تضيف ما يقارب 4000 مشروع بهاي الموازنة جديد. ها ليش اكو وفرة؟ فبالتالي راح تضيف مشاريع. سنة اللوك احنا متوقعين في الشهر السادس ينزل اسعار النفط، ينخفض الايراد، طلع لك من عندها 1000-2000 على هالمنوال. طيب، نتمنى انه مجلس النواب يتعلم من خسرنا 300 مليار دولار بسبب سياسة وزارة التخطيط. يا جماعة سووا موازنة برامج، انت تحط مشروع على قد عمر المشروع، خلي فلوس في سنة، ويا قانون الموازنة دزوا قانون صندوق سيادي، خلوا به الوفرة، يوقف سنة ما عندنا إيراد نكمل مشاريعنا. مشروع الصحة عندنا 200 مستشفى المفروض يكمل 2013، صار 8 سنين متلكئات، ليش؟ ونصرف عليها دبل بسبب عدم وجود صندوق استراتيجي. إذا ما سوينا صندوق سيادي ما عندنا موازنة برامج، تبقى موازنة شنو؟ بنود. وهسه من قاعد ننصحهم لوزارة التخطيط، دزوا ويا قانون الموازنة قانون صندوق سيادي لاحتفاظ بالفائض لتمويل المشاريع في حالة انخفاض الإيراد. ما يقبلون، ليش؟ طبعا هاي علاقات ومصالح، يفرشون مشاريع بالآلاف، سنة الوقت توقف، سنة الوقت ترجع يرجعون يصرفون عليها. هاي دمرتنا التخطيط بهذا الموضوع. تشوف المشاريع الحكومية ما تخلص. طيب، هذه لها فوائد استاذ مصطفى، اسمح لي للاستعارة بهذا الموضوع. دعيت حضرتك الحكومة والبرلمان، بما انه الشيخ الفواز موجود عن ائتلاف دولة القانون ونائب في البرلمان العراقي، الشيخ احمد استمعت لارهاصات المتخصصين بالجانب الاقتصادي، بالتالي الحكومه وصفت نفسها حكومه خدمات، البرلمان اسند هذه الحكومه الى شكل كبير باعتبارها حكومه الاطار، والاطار هو نواه اداره الدوله، بالتالي كتل البرلمانيين هم ايضا توجهوا نفسها مع الحكومه. راح نقدر في هاي الفتره المقبله انه يصير تعاضد بين الجانب التشريعي والتنفيذي حتى نمضي قدما، والمواطن على أقل تقدير يحس بهذه الخدمات؟ بالتأكيد أخي العزيز، للإئتلاف المكون
للتشكيلة الوزارية هو ائتلاف إدارة الدولة، هو مسؤول مسؤولية تضامنية أمام أبناء شعبنا بنجاح هذه الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي التي وعدت به أبناء شعبنا. لذلك برنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني هو برنامج خدمة وطنية، برنامج تنمية وطنية شاملة. لذلك مثل ما نعت اليوم رئيس الوزراء، جائحة الفساد التي نخرت كل مؤسسات الدولة، لذلك بدأ بإدارة هذه المؤسسات وتغيير بعض العناوين الموجودة فيها بغض النظر عما كان توجهها، مع تفويض وتخويض من قوى الإطار التنسيقي وكل ائتلاف إدارة الدولة على تقديم ما هو أفضل وسد احتياجات أبناء شعبنا. بالمناسبة ما أريد نذكر اللحظات والمواقف السابقة، ولكن كان للإطار التنسيقي ملاحظات كثيرة على إقرار قانون الأمن الغذائي، ولكن أجبرنا على إقرار القانون لوجود اللمسات والجنبات الإنسانية. هنالك جنبة إنسانية تم إدخالها ضمن هذا القانون، وهو ما يخص مفردات البطاقة التموينية، مستحقات الفلاحين والمزارعين، كذلك شبكة الرعاية الاجتماعية، استحقاقات الأجراء والعقود والمحاضرين. هذا اللي جعلنا أن نصوت لقانون الأمن الغذائي، مع علمنا بعدم قناعتنا الكاملة بتحقيق ما يصبو إلى أو الأسباب الموجبة لهذا القانون. لذلك مثل ما تفضل أخي الضيف الكريم، تم تمديد الفصل التشريعي للسنة الأولى من الدورة الخامسة على هدف إقرار قانون موازنة عام 2023، وهي إن شاء الله سوف تكون موازنة فخمة بوجود فارق أسعار النفط، بالإضافة إلى تحريك حركة الملاك، غياب الموازنة لعام 22 وترحيل الأموال إلى موازنة 23. سوف يكون هنالك تبويب، ومن خلال منبركم أعتقد بتوظيف يجب هنالك وضع جهات رقابية، تعزيز الجهات الرقابية على السلطة التنفيذية من أجل تبويب هذا الصرف وتقنينه وإعادة الثقة ما بين الجمهور والنخبة السياسية، هو بتعزيز الجهات الرقابية على السلطة التنفيذية. أولا هيئة النزاهة يجب أن يعطى لها دور، ديوان الرقابة المالية، وأطلب من خلال قناتكم وإذاعتكم بأن يكون إعادة النظر بمكاتب المفتشين العموميين الذين سبق أن كان لهم دور في استرجاع كثير من الأموال التي هدرت في الوزارات. لذلك تعزيز الثقة ما بين الجمهور والنخبة السياسية هو الشيء المهم من أجل تقديم ما هو أفضل. لذلك هنالك تحديات كثيرة، ومن ضمن هذه التحديات ما تم ذكره، وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف يرسل مقترح قانون موازنة عام 23 وإقراره في مجلس النواب. وأطمئن من خلالكم أن مجلس النواب هو يعمل بروح الفريق الواحد لتحمل المسؤولية واستشعار الحرج وخطورة المرحلة الحالية. طيب أستاذ مصطفى، يعني ما تفضل به الشيخ الفواز، نتحدث هنا عن الجهات الرقابية، وأيضا الإعلام هي واحدة من الأدوات أو وسائل الرقابة الشعبية. أخذنا على عاتقنا أنه لا نمدح ولا نذم بقدر ما ننقل صورة الواقع، خصوصا بالجانب الخدمي، ما دام أن الحكومة أطلقت على نفسها إحنا حكومة خدمات، بالتالي هذا واجبنا الإعلامي. انطلقت حملة قبل أقل من أسبوع في الجهد الهندسي، ودعونا للتغطية الإعلامية، قالوا إحنا عندنا فريق الخدمي والهندسي، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء راح نطلق حملات خدمية، وبدت في منطقة الحرية. بالتالي هذه الخدمات يراد لها أموال، الحكومة شلون راح تقدر تشتغل ولحد الآن لا برنامج حكومي ولا أموال ولا موازنة
وطريقة الصرف اليوم نقل آلية منا لهنا يراد لها أموال. نعم أستاذ أحمد، بالنسبة للخدمات احنا عندنا وفرة مالية هاي الحالة، بس شغلة واحدة ننصح بها الحكومة، خلي يبتعدون عن مشروع مشاريع الأرصفة. ممانة بغداد قدمت مشروع نهضة بغداد 4300 رصيف ب 2 تريليون دينار، ما خلوا رصيف ما شالوا ولا جسر لا نفق، كل شيء ماكو بس أرصفة. فأي حملة تتقدم لأجل النهوض بالعاصمة أو المحافظات خلي يدققون بها ليطلع كلها أرصفة. احنا محتاجين جسور، محتاجين أنفاق، محتاجين طرق جديدة، طرق توي، طرق خارجية، هذا المحتاج الشارع العراقي، الازدحامات موتتنا. هاي وحدة بالنسبة للخدمات. رقم اثنين، حتى يصير عندنا فلوس الخدمات، اكو فخ في كل الموازنات السابقة وقعت به الحكومات اللي هو فخ الملفات الأضخم من التمويل. خلي شوية أكون اقتصادي، لأن احنا حقيقة أمام مرحلة حرجة. يعني مثلا ملف الكهرباء، احنا الكهرباء محتاجين 13000 ميجا وات، محتاجين 34 وعندنا 21000 ميجا وات، فعندنا ايش قد نقص 13000، سعرها عالميا 50 مليار دولار. اذا الدولة دخلت في الموازنة تمول محطات جديدة مثل قبل، اعتبر الخزينة نهبت وما راح نسوي اي شيء. ثاني ملف الغاز، الاستثمارات بالغاز، استثمار حقل عكاز المنصورية تصل 70 مليار دولار. اذا ورطوا الخزينة العامة بهذا الموضوع معناته لا فلوس ولا شيء. الملف الثالث ملف ميناء الفاو، ميناء الفاو يحتاج ل 96 رصيف، صرفنا 7 مليار دولار على 4 أرصفة، يعني إذا السكة والميناء والمشغل والأجهزة يحتاج لنا 40-50 مليار دولار. هذه الملفات نخرجها عن الخزينة العامة اللي هنا ميناء الفاو والكهرباء وموضوع اللي خاص بالغاز، من ورط الخزينة العامة نعمل والباقي. على التفاوض استثماريا نجيب شركات كبرى تعمل على هذه الملفات تنفذها، تأخذ نسبة بسيطة حالنا حال دول العالم، تتنفذ خلال 4-5 سنوات. اما اذا ورطنا الخزينه العامه 20 سنه ما تكمل، حالها حال ميناء الفاو والكهرباء. فانا ادعو المشرعين ان ينتبهوا ان الكهرباء لو حطيت الخزينه العامه كلها ما تصير، لان احنا جانبنا الاستثماري محدود وهاي مبالغ عملاقه. خلي نتجه للتفاوض. شلون مصر بالكهرباء راحت جابت شركه سيمنز تفاوضت مع فدرال جابته. ميناء جبل علي هل هو تمويل من خزينه الامارات؟ لا، استثمارات مثل ميناء الفاو. زين نعم. فبالنتيجة احنا نطلع هاي الملفات من الخزينة راح يصير عندنا وفرة حقيقية للخدمات وللأمور، لكن هذه الملفات مو نتركها، هذا ملف للتفاوض مو الملف للخزينة العامة. طيب شيخ الفواز، احنا يعني خلينا نكون واقعيين بدرجة عالية، يعني تعرف حضرتك قانون الانتخابات خلى الشخص البرلماني انه يشتغل ضمن دائرته، حتى مو مجلس بلدي، كأنما مجلس محلي. بالتالي كثير من السادة النواب السيدات النائبات راح تستهويهم اللقطة ويستهويهم خدمة المحلة وخدمة الزقاق، حتى لأن هم ذولا ناخبي، لأنه يفكر لبعيد. قضية الأرصفة، جينا شلعنا رصيف وثاني يوم صبينا رصيف وعفنا شهرين ثلاثة لحد ما يصير هذا الرصيف، يعني راح توصلنا النتيجة لو راح نرجع نفس الطاس والحمام؟ أخي العزيز، من سوء الإدارة اللي حاصلة في محافظاتنا هو عدم وجود، غياب وجود التخطيط، لذلك هذه المشاريع طبعا أموال صرفت، نعم صرفت أموال خلال موازنات الأعوام الماضية، صرفت موازنات فخمة وأموال هائلة، ولكن دون وجود تخطيط، ولذلك حصل تبعثر في هذه الأموال وإعادة الأرصفة. وكل أهم شيء هو تأسيس البنية التحتية، ظهور إظهار الخدمات على أرض الواقع للشعب، حتى يكون هنالك رد فعل إيجابي اتجاه ما يحصل. يعني احنا بعد 25 تشرين وهذا الحراك الشعبي، لا يمكن أن يسكت أبناء شعبنا عن كل إخفاق يحصل من الحكومات في المحافظات والحكومة المركزية. لذلك يعني لابد وأن تنعكس خدمة الحكومة على عموم محافظات، وخصوصا محافظاتنا الوسط والجنوب، محافظات منكوبة بشحة مياهها، بتصحر أراضيها، بعدم وجود البنى التحتية، عدم وجود الخدمات، الجانب الصحي يرثى له، الجانب التعليمي، هذه كلها تحديات تواجه الحكومة. ولكن من باب الإنصاف السلطة التشريعية لا تترك السلطة التنفيذية بهذا التحدي، بما أنه لازم أن يكون
اسناد ودعم من قبل كل مجلس النواب الى الحكومه او السلطه التنفيذيه من اجل نجاحها في برنامجها، وهذا الشيء هو المعول عليه والمعمول به ان شاء الله. تتفضل البقاء معي الشيخ احمد الفواز النائب عن ائتلاف دولة القانون. في هذه الاثناء تقدم بالشكر الجزيل الاستاذ مصطفى حنتوش الخبير المالي والاقتصادي. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الاحبة. مجددا حياكم الله بالوقت اللي تتسابق فيه حكومة الخدمات او الخدمة الوطنية تسابق الزمن من اجل تنفيذ اولويات برنامجها، يقفز التساهل او التماهل عفوا من قبل اعضائها في اعداد البرنامج الحكومي في مقدمة العراقيل فضلا عن التراكمات السابقة، وهو ما قد ينسحب نحو الاداء الحكومي المقدم للمواطن. خلونا نفتح وياكم هذا الملف مشاهدي الاحبة، لكن بعد نشاهد التقرير الاتي اللي يعد ان الزميل علي حبيب ونتابع ونرجع لكم. خلال ثلاثة أسابيع تلك المدة الزمنية التي حددها رئيس الحكومة لفريقه الوزاري بإعداد البرنامج الحكومي وخطة عمل الوزارات والخطوط الرئيسة التي ستعمل عليها هذه المؤسسات ودوائر الدولة وعلى وفق المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، مضى أكثر من أسبوع من دون أي إنجاز أو تقدم لما ذكر. المنهاج الوزاري الذي وضع على رأس أولوياته مكافحة الفساد والبطالة ودعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل ومعالجة التدهور في قطاعات الصحة والكهرباء والبطاقة التموينية، فهذه الملفات تعاني من تراكم الأزمات وهي تحتاج إلى خطة عمل نوعية تقدم بأسرع وقت وتتناغم مع الحاجة الماسة التي يفرضها الواقع الداخلي والبنى التحتية المنهارة. هذه الأمنيات التي تسعى لمعالجتها الحكومة الخدمية لا يزال قطار مسيرها متوقفا عند الخطة التي لم تقدم حتى الآن للشروع بتطوير منظومة العمل داخل الوزارات وبناء قدرات العاملين بما يحقق الوصول للهدف ومعالجة قائمة طويلة من الملفات المرحلة وغير المنجزة. وأمام هذا التباطؤ في تقديم الوزارات لخطة عملها، فإن مسؤولية مجلس النواب مساءلة سلطاتها والمواقع التنفيذية للبحث في الأسباب ولتفادي الاستغراق أكثر في عمل هذه الجهات دون رؤية وتصور واضح، فالعمل دون مسار مرسوم مسبقا يعرض على الجهات المختصة والاستشارية لتقييمه ومعالجتها فواته وتعضيد المواقع شديدة التضرر، ولا بد من وضع المجلس النيابي حدا لهذه السلوكيات التي تثقل من مهمة الحكومة الخدمية وتقلل من فرص النجاح لعدد كبير من الأولويات. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة في هذا الملف، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الشيخ أحمد الفواز النائب عن ائتلاف دولة القانون، وكذلك ينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الأستاذ عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للدراسات. حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ عباس، خلينا نرجع إلى الجلسة الثانية لمجلس الوزراء اللي انعقدت، احسبوا وياي رجاء، واحد بالشهر. اليوم احنا شقد بالشهر؟ اليوم تسعة وصلنا مو تمام؟ تسعة بالشهر. نعم تسعة بالشهر. رئيس الوزراء قال خلال أسبوع تقدم الوزارات برنامجها الوزاري وفقا للمنهاج الحكومي اللي تم التصويت عليه حتى نخلينا خطة ثابتة وعلى ضوءها نقدم الموازنة لمجلس النواب. لحد الآن سمعت، شفت، تابعت، أكو وحدة من الوزارات قدمت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدي الكريم، شكرا لكم ولقناتكم ولضيفك الكريم ولمتابعيكم الكرام. شفت بعيني قضية التحركات على الميدان، أنا ما تهمني حقيقة اليوم ما يكتب من برامج
وما يعد من مناهج. تعرف أغلب الحكومات تقدم برنامج عمل من 50-60 نقطة، من 20 إلى 120 صفحة في بعض الحكومات قدمت، لكن الأثر على الأرض هو الذي نبحث عنه، تشكيل جهد هندسي وكوادر عملية مباشرة بتقديم الخدمات والعمل على العمل بحسب الضرورة وبمستوى الصعوبة. تعرف احنا مقبلين على أيضا هذا الموضوع قبل أسبوع، شنو الخدمات اللي تقدمت وشنو المنجز لحد هذه اللحظة؟ لا العفو، اكمل الفكره انه اليوم بدا التحرك بشكل ايجابي لبدء، ولا احنا مو مشروعنا او رؤيتنا انه ننتظر السيد السوداني عفوا يبلط شارع او يرمم طريق، ننتظر منه مشاريع استراتيجيه بنى تحتيه لمدارس ومستشفيات وغيرها، والتحرك بشكل ايجابي لايقاف هدر المال وسرقه المال. اللي شفته حقيقه واللي تحقق باقل من اسبوع بس من الايام الاولى، وقرارات صائبه تتحرك باتجاه مهم جدا لتعديل مسار الانحراف الذي وقع في حكومه الكاظمي، الانحراف القانوني والتشريعي وهدر المال، وبدا حتى ينعكس على موضوع سعر الصرف وبيع العمله، وهذه مهمة جدا، فضلا عن البدء بانطلاق مشاريع ابتدأت من أمانة بغداد ويبدأ الانطلاق. أنا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نعطي فسحة مناسبة جدا لإنتاج شيء على الأرض، 100 يوم أو 3 أشهر هو الاتفاق مع السيد السوداني لتقييم المدراء العامين والعاملين ضمن الوزارات، وستة أشهر هي لتقييم الوزارات، وسنة لتقييم عمل الحكومة. هذه مهمة جدا، نحن يعني بدأنا حكومة على تراكمات صعبة جدا، 3 سنوات من عملية هدم الدولة مارستها حكومة الكاظمي بشكل صريح ودقيق، وممكن الاستبيان حول هذا الموضوع بأدلة واضحة من خلال عملية الاستبدال والاستنزاف للقوات الأمنية والتنقلات والترهلات الموجودة واستنزاف الموارد وتوزيع القطع والأراضي والمنح وتوزيع المئات من العجلات المصفحة وملايين الدولارات ضاعت هنا وهنالك. هذه كلها ملفات تحتاج إلى أن نقف عندها، هي أيضا قد تكون ملفات معطلة لمشروع بناء الدولة الذي يتحرك من خلال البرنامج الذي يطرح. يعني في نفس التوقيتات إذا انشغلنا بالمعالجات راح تبطئ حركة السيد السوداني في أن يذهب لتنفيذ وعوده للشارع العراقي، بالتالي نحتاج إلى العمل بجهتين مهمتين، الأولى عملية ردم المشاكل والتعامل بها بحسب الأولوية. تعرف عندنا موسم أمطار وقد يذهب الموضوع إلى حاجة المواطن، عندنا آلاف الأراضي الزراعية والمناطق الغير معبدة والطرق الغير مفتوحة، عندنا هذا كله تم تشخيص أستاذ عباس، هذه مشخصات مسبقة في كل الحكومات. أنا أحكي عن معالجات عزيزي. خلينا نشرك الشيخ الفواز. الشيخ أحمد يتحدث ويتحدث ضيف الكريم عن مستوى الخدمات اللي بلشت الحكومة تقدمها. هسه نرجع إلى المصدر اللي نقيس عليها، يعني بدون البرامج موجودة شلون نقدر نشتغل ونقدم رؤية متكاملة؟ ربما إذا ما حددنا هدفنا راح نوصل إلى أهداف حتى لو كان بها منجز، ولكن مو هو هذا الهدف الموجود. إطار تنسيقي قال يا راح شكل حكومة، حكومة خدمات، بالتالي لما أنشغل بملفات ثانوية وين راح أوصل؟ نرجع إلى قضية البرنامج الوزاري بعد أن تم التصويت من قبلكم في مجلس النواب وإقرار المنهاج الحكومي مع في جلسة منح الثقة. رئيس الوزراء بالجلسة الثانية قال لهم كل وزارة تقدم برنامج وزاري خاص بها، هذا البرنامج ما أعرف هي راح تنبني عليه الموازنة، وحضرتك بالملف الأول أشرت أنه الأيام المقبلة راح تقدم الموازنة، شلون تقدم إذا ما عندنا برنامج؟ والبرنامج قد يراد له، وشلون تقسم الأموال حتى يوصل إلى مجلس النواب مشروع موازنة متكامل على أقل تقدير؟ أخي العزيز، أنا شاطر رأي السيد الضيف السيد عباس العبداوي. اليوم الحكومة مدعوة ومسؤولة عن برنامجها بتنفيذه على أرض الواقع ودون ما يتم تقديمه. أعتقد طوال هذه الفترة من بعد إقرار أو منح الثقة لحكومة الصيد السوداني حصلت بعض الإجراءات في هيكلية الوزارات لتنظيم أوراق هذه الحكومة، وبالتالي التوجه والشروع لتقديم الخدمة. اليوم إذا ما يكون الطاقم الوزاري والفريق الوزاري منسجم ومتجانس فيما بينه، هدفه ومبتغاه هو أن يخدم
وأن يقدم خدمة أفضل. لا يمكن أن تنعكس هذه الوزارة على جماهيرها وعلى بلدها وعلى كذلك على حكومتها بتنفيذ برنامجها. اليوم الأخ السوداني ينظم أوراقه في كل الطاقم الوزاري في عموم الوزارات، وبالتالي التوجه لتقديم الخدمة والتنمية الوطنية وسد احتياجات أبناء شعبنا. لذلك كل احنا مدعوين ومسؤولين عن نجاح وإكمال البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني، ومن أهمها وسبق وأن ذكرتها هو إقرار قانون الموازنة لعام 23 وتبويب ما يصرف وفق الاحتياج المهم وتنمية الجانب الصحي والجانب الخدمي والجانب التعليمي حتى يكون مردود إيجابي وانعكاسة جيدة على مجتمعنا. هذا شيء جدا مهم. أما مو أرصفة وشيء، اليوم أرصفة وبنية تحتية ماكو، باشر هم ترجع أن تعيد مشاريع بنية تحتية، وبالتالي يتم إتلاف هذه الأرصفة اللي تم بذل مبالغ طائلة عليها. لا، اليوم الشارع يريد تخطيط قبل العمل. يجب أن تخطط هذه الحكومة. التخطيط ينضوي على إعداد والاستعداد لهذا الطاقم الوزاري بالشروع في هذه الخدمة. كيف؟ بتخطيط وإعادة النظر في بعض الدرجات الخاصة والوكلاء والوزراء ومدراء العامين، هذا شيء جدا مهم من أجل الشروع بفريق واحد متجانس يؤدي خدمة أفضل وتنعكس على الواقع بشكل ملحوظ، وليس بأقوال وبرنامج مكتوب وشيء. طيب، لا، إنما ايش قد الوقت المطلوب شيخ احمد حتى نوصل الى هذه المرحله اللي تفضلت بها؟ مجرد ان تنقر الموازنه، اقرار قانون الموازنه عام 2023، يبدا العمل على قدم وساق. نعم. استاذ عباس، نقدر نقر قانون الموازنه بدون ما نكمل برنامجنا الحكومي او الوزاري عفوا، ونخلي الخطط الثابته الاستراتيجيه والقريبه والمتوسطه بالتالي حتى نقدر نفصل الإيرادات ونفصل المطلوب من أموال أنه نصرفها في هذه الأبواب حتى نضمنها في موازنة 23؟ لا، هو الصحيح أنه أنت تقر الموازنة وعلى أساسها تبدي تطبيق البرنامج، ولا البرنامج والمنهاج الحكومي الذي تم إعلانه والذي تم الحديث عنها بالتأكيد هو مو فقط نظري، هو بمعادلات رياضية وبإحصائيات ومبني على تقييم وتقدير للموقف بشكل صحيح بحسب رؤية رئيس الحكومة والفريق الذي كتب معه، مو ضرب بالتخت رمل نقر أول مرة البرنامج ونتحدث به وإحنا ما عندنا أموال. الأموال قوام الأعمال كما ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، من تكون عنده أموال وأموال ضمن سقف قانوني. أنا ما جاي أتحدث عن حكومة عبثية مثل ما جرى مع حكومة الكاظمي، ما تعرف راسها من رجليها وتتحدث عن أموال مهدورة وتتحدث عن ضياع لملايين الدولارات. لا، احنا نريد نشتغل بطريقة صحيحة وصحية وقانونية. يعني اليوم تطلق لي اليد، وهذه مسؤولية السلطة التشريعية، اليوم إذا تستعجل هذا الموضوع تقدر لحد منتصف شهر 12 تنجز هذه المهمة، والتالي شهر الواحد راح تكون عندك تصويت وينتهي الموضوع وتبدأ الحكومة بكل أريحية تعرف أموالها وتعرف مواردها. يتم تشكيل عمل اللجان يتفعل بالنظام بالمساحة الرقابية، يبدي حاسب بشكل صحيح أموال عندك حتى ما يدرع الأخ السوداني أو وزراء بعدم وجود موازنة. وانت إذا ما قررت له الموازنة لا تجي تحاسب على منهاج حكومي، لا تجي تحاسب على برنامج، فضلا أنك سوف تتسبب، يعني أنا أقصد المشرع، المشرع راح يتسبب بهدر الأموال. احنا عندنا ما شاء الله فائض بالأموال أكثر من 50 مليار، عندنا ارتفاع بأسعار نفط، مقبلين على ارتفاع باعتبار فصل الشتاء كل ما يبرد احنا اكو طلب جدا عالي على النفط والغاز. هذه كلها أساسيات
القضية مو فقط برقبة في رقبة السيد الشياع، لا، السلطة التشريعية ملزمة لأنها أنتجت حكومة، وليس فقط الإطار، إنما تحالف الدولة والقوى الكردية والسنية مسؤولة. باكر ما توقف على وزير فاسد وتقول هذا والله باستهداف للطائفة الفلانية أو المحافظة الفلانية، لا، الفاسد يجب أن يحاسب وأن يعزل، لأن إحنا أمام خيارات صعبة جدا. السيد محمد الشياع السوداني طرح هذا الموضوع وبدأ بالتحرك، وهو بهذه النقطة بدأ يكسب الرأي العام وبدأ يحرك الشارع باتجاه حالة الإصلاح والتفاؤل. أي خيبة أمل لا سمح الله من القوى السياسية أو من حالة الضغط والابتزاز أو من حالة عدم التفاهم والتعامل أو إيجاد مفخخات له في الطريق، باعتبار قد يخلق شيء من التنافسات. عندنا مجالس المحافظات مقبلة وقد ترسم خارطة سياسية جديدة، عندنا تحركات باتجاه القانون الانتخابات نفسه والمفوضية، هذه كلها معادلات يجب أن نلتفت إليها. إحنا لازم نتحرك، يعني هذه معادلات سياسية، مو فقط بطرح معالجات. طيب. يعني انا مو واقف والان بس اشخص، لا لا، انا بنشغل على الارض، شغل ملموس، وخصوصا بالاولويات الخمسه اللي حددها السيد السوداني شيخ احمد الفواز. يعني وزاره الصحه مطالبه بتفعيل دور المراكز الصحيه فضلا عن المستشفيات، مراكز صحيه، عيادات شعبيه، أدوية الأمراض المزمنة توفيرها بشكل جيد. وزارة الكهرباء أيضا يعني مطالبة بإعداد خطط لاستقبال مواسم الحاجة للكهرباء، وأيضا ضمن توقيتات زمنية والاستجابة للكثير من الاحتياجات في الكهرباء. وزارة التجارة أيضا صار لها توجيه بتوزيع الحصة التموينية، وكل هذه المسائل والمفاصل هي بتماس مباشر مع المواطن. شلون راح نضبط إيقاع هذه الوزارات في خلال أيام معدودة حتى المواطن يلمس هذا الشيء؟ أهم شيء أخي العزيز هو وجود النية بالتخطيط والتوجه للعمل. يعني أنا أعتقد من أبرز التحديات اللي تواجه حكومة السيد السوداني هو إقرار قانون الموازنة ومعالجة شحة المياه. أخي العزيز اليوم ريفنا ومجتمعنا الزراعي يحتضر الآن بداية الموسم الزراعي الشتوي للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، هي الحنطة والشعير، وهذا شيء جدا مهم. لحد الآن لا توجد أي حصة مائية، ولم يكن للمزارع نية في التوجه لزراعة ضمن المحصول الشتوي، وهذا شيء جدا مهم. على الحكومة والسلطة التنفيذية أن ترسل وفد رفيع مستوى من وزارة، طبعا باشر إن شاء الله يوم غد عندنا جلسة ومناقشة مع وزير الزراعة ووزير الموارد المائية على هذه الأزمة، أزمة المياه. وسبب هذه الأزمة هو انتزاع مواقف سياسية من منابع المياه من اتجاه حكومة السودان، وهذا الشيء يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. اليوم احنا في يوم 9/11 بداية الموسم الشتوي للمحاصيل الزراعية، والأمن الغذائي يدخل ومن مقومات الأمن القومي العراقي، وهذا شيء جدا مهم. أرجو الالتفات إلى معالجة شحة المياه من خلال وسائل الإعلام، من خلال توجه لإلفات النظر لكل المسؤولين في السلطة التنفيذية، ويوم غد إن شاء الله سوف يكون لنا موقف ودور بشأن هذا الموضوع، لكون كل الوسط الزراعي والريفي يحتضر بسبب شحة المياه الحاصلة ومنذ فترة طويلة. يعني طيب، طريقة التعاطي والتعامل بين مجلس الوزراء أستاذ عباس، يعني لحد هذه اللحظة وإن كانت 10 أيام نشوفها أنه لا زالت إيجابية، فريق وزاري متكاتف، أم أن هنالك سطوة على هذه الوزارات من قبل جهات أخرى؟ يعني حقيقة لا يمكن التقييم هذا الموضوع، ولا يعني وليس من المنطق أنه يتم تقييم عمل سلطة تنفيذية سوف تمر بمعترك بناء دولة أو إدارة دولة من خلال نشاط 5 أيام و6 أيام. هذا الموضوع يعني فيه ملاحظات، بل أنا أعتقد أنه المفروض أن نطرح قضية تمكين واقعي للسيد محمد الشياع بإدارة وزرائه وإدارة حكومته بحسب الاتفاق الذي طرحه، وهو المنهاج الحكومي. يعني مو بحسب أنه يذهب باتجاه آراء فقط، لا، القضية مو قضية آراء
تطرح بالمستوى الشخصي. السلطة التشريعية سلطة رقابية تمثل الشعب العراقي، وبالتالي عليها لها استحقاقات وعليها واجبات. هي ايضا الشارع ايضا ينتظر ويراقب، عندها مجالس محافظات مقبله خلال عام سوف يعني تحدد الخيارات من يعني يتفق مع مصلحتها من عدمه، وقد تعاقب بعض الكتل السياسيه او القطاعات السياسيه، وقد تكافئ البعض الاخر. عملية التقويم وعملية النشاط هذه مهمة جدا، عملية مراقبة الأداء الحكومي وإبراز هذا الأداء، وبالتأكيد حالة الاستقرار السياسي تنتج حالة تنتج بيئة خصبة لإنتاج إيجابي للحكومة. نعم التدخلات السياسية لا يمكن أن تنفى يعني كاستنتاج كامل، باعتبار لدينا تجارب لثمان سبعة حكومات وهي الحكومة الثامنة. مدى التأثير هذا ينعكس على مدى الرغبة بناء الدولة. تعرف احنا كنا نتعرض في بعض الحكومات إلى بعض أطراف سياسية هي تعمل على هدم الدولة، وبعضهم أطلق عبارات هذه مو دولتنا وغيرهم. اليوم لا، اليوم محطة أخرى تنتقل إليها القوى السياسية، عليها أن تلتزم بهذا، وأيضا على الأخ السوداني أن يكشف ويكاشف الجمهور من يعطل المشاريع النفطية الاقتصادية الصناعية الكهربائية. تعرف احنا إذا جار صيف 23 ولا يوجد ما يكفي من أنا حسب معلوماتي أنه لدينا إنتاج كافي، لكن عندنا مشكلة بالتوزيع. هذه إدارة التوزيع ما مسؤول عنها المواطن، المواطن مسؤول اللي يريده أنه تستقر عند الكهرباء بصيف 23. هذا ما نقصد بالمتابعة، مهمة الحكومة أن تنجز هذه وترسم خطة استراتيجية، يعني مو تبقى بحالة المعالجة مثل ما جرى في الحكومة السابقة، صانعة معالجات استنزافية لمدة 50 عام من استئجار محطاته وغيرها. هذا يجب أن لا تخضع أيضا لحالة الابتزاز تكون أشكرك. شكرا جزيلا السيد عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للدراسات، اثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الشيخ احمد الفواز نائب عن ائتلاف دولة القانون في الملفين، رافقتنا ضيفا كريما، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.